استكشاف المشكلات وإصلاحها. الكاشف لا يعمل. إذا لم يعمل الكاشف، تأكد من أن كبل الطاقة الذي يتصل بالبطارية وبصندوق التحكم مثبت بإحكام. إذا لم يؤدي ذلك إلى حل المشكلة، جرب إعادة شحن البطارية. أو جرب بطارية أخرى إذا كان ذلك ممكنا. لا يوجد صوت. إذا لم يوجد هناك صوت عبر سماعات الرأس، تأكد من أن سماعات الرأس مثبتة بإحكام في صندوق التحكم. تحقق من أن الكاشف يعمل. إذا كان الكشف يعمل، ولكن لا يزال لا يوجد صوت، أدر مفتاح ثريشولد أي الحد الفاصل إلى الوضع الأوسط، جرب مجموعة مختلفة من سماعات الرأس. إذا لا يزال لا يوجد صوت، قم باستعادة ضبط المصنع عمق كشف ضعيف أزل غطاء حماية الملف وأزل أي أوساخ متعلقة تأكد من أن كبل الملف مثبت بإحكام في صندوق التحكم تأكد من أن الصامولة والمسمار اللذان يربطان الملف من البلاستيك وأنهما لم يتم استبدالهما بصامولة ومسمار من المعدن سوف يتسبب استخدام الصواميل والمسامير المعدنية في تقليل الأداء بشكل كبير. تحقق من الإعدادات. تأكد من ضبط الإعدادات بصورة صحيحة وفقاً لدليل التشغيل السريع. ملف سائب. إذا أصبح من الصعب إحكام الملف الخاص بك والملف يسقط إلى الأمام. استبدل الحلقات المطاطية التي تشبه قطرات الدموع. استعادة أوضاع ضبط المصنع ، أطفئ كاشف المعادن عن طريق ضغط وتحرير مفتاح اون وOff ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح اون وأف لمدة 5 ثواني أدر مفتاح Function Select أي اختيار الوظائف مرتان في اتجاه عقارب الساعة لتحديد بند All Settings أي جميع الإعدادات. أدر مفتاح Settings أي الإعداد مرة واحدة لإتمام هذه العملية. تم الآن استعادة أوضاع ضبط المصنع الأصلية لكاشف المعادن. <applause> للمزيد من المعلومات، ارجع إلى كتيب التعليمات أو اذهب إلى الموقع www.mindlab.com